هذا سائل يقول: في قراءة التشهد ورد السلام عليك أيها النبي هكذا بصيغة الخطاب، فهل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأصح أن يقال السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي للغيبة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. يقال كما ورد في الصحيح السلام عليك أيها النبي، كما ورد في الصحيح وكما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم يخصص هذا صلى الله عليه وسلم في حياته، فلا بأس أن يقول السلام عليك أيها النبي كما ورد. نعم.